عطني درزن فطاير جبن ونص درزن زعتر. من عيوني تامر. شكل الوضع مو مطمن، تسريب غاز والسبب معروف، يستخدمون معاي ملحقات مقلدة غير معتمدة. لا 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 لا، زاد التسريب، زاد التسريب، رحنا. حصل خير أخوي، تبي أضيف عليهم فطاير لحم؟ ها؟ إذا ما وقفتوا استخدام الملحقات الغير معتمدة مثل هالحوادث راح تزيد، وهم لازم تعرفون الطريقة الصحيحة لتثبيت منظم الغاز، وذلك من خلال سحب قاعدة المنظم للأعلى، ضغط قاعدة المنظم على الصمام بشكل محكم، تركيب الخرطوم ولف مفتاح المنظم إلى الوضع الأفقي وظهور علامة الشعلة. وهم لازم تحرصون على عدم تعريض أسطوانة الغاز لأبخرة الطبخ ووضعها في مكان نظيف وجاف، إلى جانب عدم العبث في صمام الأسطوانات ووضع الأجسام الغريبة مثل القصدير أو القطن أو غير ذلك. ومن أجل سلامتك بشكل أكثر، احرص على استخدام المنتجات اللي تحمل شعار الشركة، سواء منظم الغاز للضغط المرتفع أو المنخفض أو الخرطوم وكليبس شط طرف الهوز. وللتعرف على إرشادات السلامة بشكل تفصيلي، افتح رابط الباركود. ولأي استفسار راح نكون سعداء بتواصلكم معنا على هاتف خدمة العملاء. سلامتكم تهمنا.